قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يهدف للقضاء على كتائب حماس بما في ذلك تلك الموجودة في مدينة رفح. جاء ذلك خلال حديثه لعدد من الجنود، وكرر نتنياهو ما وصفها بأهداف الحرب الثلاثة المعلنة: استرجاع المختطفين والقضاء على حماس وضمان ألا تشكل غزة أي تهديد لإسرائيل على حد قوله. سوف ندمر كتائب حماس أيضا في رفح، لن توقفنا أي قوة في العالم. هناك قوى تحاول منعنا ولكنها لن تفلح، لأن هذا العدو لن يتمكن من فعل ما فعله مرة أخرى. هناك ثلاثة أهداف لنا: أولا إعادة المختطفين والمختطفات، جزء من اللواتي كن عاملات في المراقبة المجندات، والهدف الآخر القضاء على حماس، والهدف الثالث أن نضمن ألا تشكل غزة أي تهديد على إسرائيل. ولكن هناك هدف رابع، أن حماس هي جزء من محور الشر الذي تديره إيران، وحين ننتصر على حماس فهذا أيضا انتصار على هذا المحور، محور الشر. وينضم إلينا عبر الإنترنت من القدس الدكتور أحمد الطيبي، رئيس تحالف الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير بالكنيست. أهلا وسهلا بك دكتور أحمد. أبدأ معك من صور كمين الزنة. ما صدى هذه الصور التي تنتشر الآن على مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية، وصدى هذا النوع من العمليات في إسرائيل؟ هذا الفيديو لم ينشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية بطبيعة الحال، وعادة الفيديوهات التي تنشر عندكم وتنشر في شبكات التواصل منذ بداية هذه الحرب لا تنقل في وسائل الإعلام الإسرائيلية. طيب، نتنياهو كان يتحدث ويقول إنه لا توجد أي قوة في العالم تستطيع أن تمنعه من دخول رفح والقضاء على القسام، وفي ذات التوقيت نتابع عمليات في أماكن انسحب منها الجيش الإسرائيلي مثل خان يونس على سبيل المثال. هل هذين المشهدين يعكسان صورة الانتصار المأزوم أو الانتصار المزيف الذي يصدره نتنياهو في الداخل الإسرائيلي؟ الإسرائيليون يدركون أن شعار النصر المطلق الذي أطلقه بنيامين نتنياهو هو شعار فارغ لا أساس له ولا تطبيق له، وهو ليس بشيء يمكن تحقيقه على الأرض، وإنما شعار يراد به إطالة أمد الحرب حفاظا على البقاء السياسي لبنيامين نتنياهو، لأنه إذا وقفت الحرب المظاهرات ستزداد، غانس سوف يغادر الائتلاف الحكومي، والمطالبة ستكون ارحل لبنيامين نتنياهو. الشيء الثاني أنه في كل الأهداف اللي ذكرها بنيامين نتنياهو في التقرير السابق لم يتم تحقيق أي منها. أهداف الحرب والعدوان على غزة المعلنة منذ بداية العدوان وحتى الآن لم يتم تحقيقها، ولذلك في انتقادات واسعة من قسم من الوزراء الإسرائيليين للجيش الإسرائيلي والرأي العام الإسرائيلي لبنيامين نتنياهو وللحكومة. ولذلك نتنياهو يعود ويكرر قضية اقتحام رفح، هو يصور يبني بناء إعلامي ليصور أن اقتحام رفح هو الضمان للانتصار المطلق، وهو ليس كذلك. وكل من يدرك ما هي الأمور. ابقى معنا دكتور أحمد الطيبي. أخرى إليك دكتور أحمد الطيبي، عذرا على المقاطعة، كنت أتحدث منذ قليل بخصوص الصفقة المحتملة. الشباك طلب إلغاء مناقشة مجلس الوزراء الموسع لصفقة الأسرى، لكن مكتب نتنياهو طبقا للتقارير الإخبارية الإسرائيلية أصر على مناقشة الصفقة في مجلس الوزراء الموسع. كيف نفهم هذا الإصرار من قبل مكتب نتنياهو رغم التحذيرات أن هذا الأمر ربما يودي بها؟ ليس صدفة أن نتنياهو رفض توجه رؤساء الشباك والموساد الأجهزة الأمنية اللي طالبوه بعدم مناقشة تفاصيل الصفقة والمفاوضات
اليوم بالكابينيت المجلس الوزاري الموسع نظرا لوجود بن غفير وسموتريتش هناك اللي معارضين لأي صفقة والذين يسربون كل ما يدور هناك. نتنياهو رفض ذلك. لماذا رفض نتنياهو؟ كما يبدو لأنه يريد أن يؤخر الصفقة، يفشل الصفقة، هو غير معني بالتوصل لاتفاق الآن لنفس الأسباب اللي ذكرناها في البداية، بأنه يريد أن تستمر هذه الحرب دون وقف لإطلاق النار، وهو يخشى أن هذه الصفقة تؤدي بنهاية المطاف إلى وقف مستدام لإطلاق النار ووقف هذا العدوان في نهاية المطاف. فيما يتعلق بالعائلات التي اجتمعت في البيت الأبيض، البيت الأبيض هو عنوان جيد في قضية الرهائن، أولا ليوقف هذه الحرب لأن الإدارة الأمريكية شريكة باستمرار هذا العدوان منذ بدايته حتى اليوم بتسليح الجيش الإسرائيلي وبالدعم المطلق تحت عنوان حق الدفاع عن النفس حتى أمام هذا الكم الكبير من القتلى من الأطفال والنساء والشيوخ. إذا وقفت هذه الحرب وضغطت أمريكا لوقف هذه الحرب والتوصل إلى صفقة، الرهائن سيعودوا إلى بيوتهم، ونحن ندعم التوصل إلى صفقة متفق عليها للتبادل، وهذا ممكن. على فكرة الاقتراحات المطروحة الآن على الطاولة شبيهة إلى حد كبير بمقترحات كانت قبل شهرين أو ثلاثة، ولكن نتنياهو رفضها. هذا الأسلوب من العمل لنتنياهو في هذه كما في الصفقة الأولى، اقترحوا عليه رفض وبعد فترة طويلة وافق تقريبا على نفس المقترحات، وهذا ما يحدث في هذه الأثناء. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد الطيبي، رئيس تحالف الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير بالكنيست.